ارد على سؤال ابدا منه. ابني عنده 4 سنين وخمس سنين وست سنين او ابني 10 سنين والدنيا ضايعه معاه وبرضه مش عارف ابدا ازاي معاه. النهارده هرد على السؤال ده. اول حاجه لازم حاجه اسمها بريكي الكورس يبقى شامل. يعني ايه كلمه شامل؟ يعني تشخصن. اي حد ما ياخدش اي فرع من فروع الكورس الشامل ده يبقى شغله غلط. ازاي؟ المفروض بياخد جزء جرامر. لازم الطالب يتعلم جرامر حتى لو 4 years 4 سنين. وهنعرف ازاي 4 سنين ونديله جرامر. لازم ياخد جزء كوميكس. ده اساسي في المنهج الجديد معانا ان ابنك يعرف يقرا. بيفتقد الجزئيه دي بالذات وما بيعرفش يعني ايه كوميكس. لو ما يعرفش الريتنج مش مدور السن بتاع 4 years ده 4 سنين برضه يبقى الموضوع غلط تماما معانا وما بداش. برضه هعرفك ازاي 4 سنين وتبدا تكتب كوميكس. لازم جزء كونفرسيشن. هو لسه 4 سنين او 5 years 4 5. اه طبعا محادثه. وبرضه هعرفك ازاي الطريقه لما اجيب نماذج من الطلبه في الفيديو اللي جاي ولازم تتابعيها وهتشوفي ازاي 4 سنين وتديله محادثه. وكلمه محادثه مش لازم اديله كميه مره واحده. ممكن ابدا سؤال سؤال. هراجع السؤال القديم ادي سؤال كتير مع الوقت او كل اسبوع لو اديتي سؤال واحد هتلاقيني على مدار الشهر خدنا ايه؟ كونفرسيشن او محادثه كامله مثلا مقارنه من 4 اسئله او 5 اسئله او اكتر من كده بكتير. تمام. نيكست الجزء اللي بعد كده اللي لازم يكون يبقى عنده مصيغة بورس كلمات. حتى لو 4 و5 حتى لو 4 و5. ليه؟ برضه كل ده هتتفرجوا عليه في سلسله الفيديوز اللي جايه. واهم حاجه يبقى معانا مجموعه كتب كريزي انجلش اللي انا بلغت بيها لان انا هتابع ستيب باي ستيب وهعرفكم ازاي الطالب من اول 4 سنين هياخد كل الفروع دي جرامر فايس كونفرسيشن كورنس بس في تدرج معين. كل ده لازم يتاخد في سيشن واحده مش حاجه اسمها الفيتشر اللي يقول بعد الجرامر لما يخلص انا اديله كورنس كلمات او المدرسين البعض اللي هم بيعتمدوا يطيبوا كلمات 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 لغايه ما يبقى عنده مصير كلمات نبدا يبقى ناخد محادثه. كل ده غلط. تابع معايا من اول الفيديو اللي هتنزل الفتره الجايه. واهم حاجه يكون معاك سلسله الكتب دي تعمل تاسيس وتعمل فولكس فيدي عشان تعرفي بالظبط الستبس اللي هتمشي بيها. وهنكسر القاعده لاي حد يبلغك ان 4 سنين 5 سنين يعني انا هو اللي كنا ماسك كده. What's your name? I am Karma. How old are you? I am 5. What grade? لا انا عندي صوتنا يا كارما. What's your name? I am Karma. How old are you? I am 5. What grade are you in? مش مدربين اي حاجه. انا بالصدفه طالع اعمل الفيديو ده والاولاد معايا في كي جي 1 فحبيت اوريكم الاكزامبلز الامثله. ممكن بس نعمل فوكس كده او زوم على الاسئله اللي بياخدوها. بصوا وصلوا برغم ان ده مثلا ده الاسبوع الشهر الثاني ليهم يعني ليفل 2 وصلت لاسئله ازاي وبيحلوها كامله واقدر اي سؤال اديه لهم. قواعد فوناتكس زي ما انتم شايفين ترانسليشن ترجمه وغيره وغيره. بس عشان ما اطولش عليكم انتوا كده كده هتمشوا معايا ستيب باي ستيب خطوه بخطوه الفتره الجايه. يلا برضو نسالها. واتس يور نيم؟ اي ام 6. هاو اولد ار يو؟ اي ام 6. وات جريد ار يو ان؟ اي ام كي جي 1. طب تعالى نسال كده البنت اللي هناك دول برضو كي جي 2. واتس يور نيم؟ هانا. لا نعلي صوتني هانا. واتس يور نيم؟ هاو اولد ار يو؟ اي ام 5. وات جريد ار يو ان؟ ممكن تقولي لي من غير ما تبصي ترانسليشن كده ترجمه. انا املك كتاب. ماي لا املك هاف. ها اي هاف ماي بوك. اي بوك. طب قولي لي انا املك طائره ورق. اي هاف ماي طائره ورق كايت. اكسلنت. هلو واتس يور نيم؟ نعلي صوتنا. واتس يور نيم اجين؟ How old are you? I'm 5. What grade are you in? I am in TG1. Okay, ممكن تقولي لي أنا أملك دراجة. I have a bike. A bike. تعالى نوريهم examples تانية. يلا بينا. Yes, you. Hello. Hello. نعني صوتنا. Hello. What's your name? How old are you? What grade are you in? I am in KG2. Okay يا مالك. أنا أي وملكي والهي بتحبي مين؟ أم ولا إيز ولا أر؟ طب الخمسة دي number 5 it's a number or color? 5 number or color?
Five. Yes, you. Hello. What's your name? I am Mike. How old are you? I am 6. What grade are you in? I am in. Excellent. Can I ask you some questions like we? We بتحب معنا is ولا are? Are. طيب you is ولا are? You. Are. أنا الأي وملكي. هو هي وملكه. She. His ولا her? His. طب هي شي وملكها؟ Her. Excellent. زي ما انتوا شفتوا دي نماذج عشوائيه كده واقدر اسال اي حد في الجروب معايا. كل ده زي ما انتوا خدتوا بالكم قالوا لكم من غير ما تحسوا اسئله جاوبوا على اي هاف. وبالعكس كمان عارفين الهاف والوز والوير والفعل في الباصلي كل ده من مستوى تاني او مستوى تالت للطلبه. بس الفكره اللي انا بكلمكم فيها ان مفيش حاجه انا اصلا ان انا هعملها بالصدفه كده مع الاولاد عشان اوريكم النماذج. وفي اصلا منهم عندي هنزل لكم الفيديوز ليها لازم تتابعونا الفتره الجايه هقول لكم فيها الفكره في ان طالب كي جي 2 او كي جي 1 ازاي تطلعي منه جرامر والمحادثه والفونكس. وما تسمعيش كلام اي حد اللي يقول لك ده لازم يخلص ده الاول عشان ينتقل للستيب اللي بعد كده او الخطوه اللي بعد كده. الكورس بتاع طفلك لازم يبقى كورس شامل يعني بياخد كل حاجه معاها بياخد محادثات بياخد جرامر. بس الفكره في طريقه توصيل المعلومه وان الطالب كمان انا عندي الشغل مش اورال بس لازم الطالب يكتب بايده. تيجي انا كده نجرب مثلا مثال ازاي ابسط الجرامر. خدنا قبل كده البروناونز والناس اللي متابعانا على صفحه الفيسبوك حافظينها معايا. يلا بينا نغني البروناونز الضمائر. عندنا نوعين من البروناونز ضمائر المفرد وضمائر الايه؟ الجمع سينجولار وبلورال. يلا بينا نشوف هنمثلهم ازاي. يلا 3 2 1 انا اي انا اي انا انا اي. يلا نشاور على الولد. هو هي هو هي هو هو هي. يلا نشاور على البنوته جيرلز. هي شي هي شي هي هي شي. اي حاجه مش انسان لايك سيس بوك لايك سيس مارتر زي تيبل لايك دور. اي حاجه مش انسان ايه هو وهي ومش انسان ايه 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 ايه. يبقى نقول ايه؟ انا اي انا اي انا انا اي. هو هي هو هي هو هو هي. تعالوا نشوفها كمان نحفظها في مره. اتش اي اتش اي اتش اي اتش اي. هي شي هي شي هي هي شي. هو وهي ومش انسان. نفسنا. نحن وي نحن وي نحن نحن وي. دبليو اي دبليو اي دبليو دبليو اي. انت يو انت يو انت انت يو. واي او يو واي او يو واي او يو واي او يو. هم دي هم دي هم هم دي. كلاب يور هاندز فور يور سيلف. سقف حلوه ليكوا قوي. هو جاي صح صح ان الكورس معاك تبقى كورس شامل ياخد كل حاجه في نفس التمرين. يلا كورس.